تقصف ليبيا، كي تقصف أطفالنا، كي تقصف إنساننا، كي تقصف مطاراتنا، كي تقصف مرامينا من إمارات آلاف الكيلومترات بيننا وبينهم. والله ما هي إلا خيانة وذل من هذه البلد. ما سبحانه وتعالى اللهم أخ عزيز المقتدر. والبلد الثانية ويهني ليس بعيد عنكم، بلد الانقلابات وبلد الخيانات وبلد الغدر، وهي مصر للأسف. مصر كحكومة وليس كشعب. نحن نتكلم كحكومة، فهي حكومة انقلابات وحكومة غدر وحكومة خيانة، حكومة قتل في الشوارع. الرسالة الأخرى التي نريد أن نرسلها أيضا إلى مجلسنا، مجلس الخيانة والعار، لن نرى في العالم